يقول: ما الأفضل في الصلاة بالنسبة للإمام، أن يقرأ بسورة كاملة أو يقرأ في كل ركعة بجزء من سورة؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إما أنه يقرأ في كل ركعة سورة، وإما أنه يقسم السورة بين الركعتين، إما أنه يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة، أو أنه يقسم السورة بين الركعتين. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يبدأ من أول السورة ولو بلازم يكملها، يقرأ منها ويقف في أثنائها ما في بأس، لكن يبدأ من آخرها هذا ما هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبدأ من وسطها ويأخذ من وسطها إلا راتبة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالركعة الأولى من سورة البقرة، قوله تعالى في: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لأن الأولى في توحيد الربوبية والثانية في توحيد الألوهية. هكذا كان يقرأ في سورة في ركعتي الفجر، يعني الراتبة الفجر، وهما من وسط السورة، هذا خاص براتبة الفجر. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.